أحسنت بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا اعتدت أن أصلي أصوم الخميس والاثنين من كل شهر، ولكن وهذا نذر مني، ولكن نذرا لاعتلال صحتي توقفت بعض الأشهر، فما حكم عملي هذا؟ يلزم صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع إذا نذرته، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا نذر واجب، عليها أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما نذرت. وإذا مرضت أو ضعفت عن الصيام فإنها تكفر كفارة يمين بدلا من الصيام إلى أن تقدر ثم تواصل. نعم.